ده؟ بدايته من يوم 18 حتى يوم 22، وده يعني كان هدف لينا ان احنا فعالياته تمتد على مدار اسبوع وتشترك فيه معظم دول الاتحاد السوفيتي السابق، علشان ينقلوا رسالة لشعوبهم عن الحالة الأمنية والسياحة في البحر الأحمر. احنا عارفين ان الدول دي بتعشق البحر الأحمر، ولكن نتيجة الظروف اللي كانت حصلت وموضوع ان دول تعمل حظر ودول تعمل تحذير، فكان خفض معدلات السياحة عندنا لدرجة مزعجة. ولكن الحمد لله نتيجة الإجراءات السابقة في الشهور الماضية يمكن توجت ان احنا كنا في اعياد راس السنة نسب الاشغال عندنا ارتفعت الى فوق 65%، وده شيء الحمد لله بنحمد ربنا عليه، لان بالحسابات موسم الشتوي كان هرب مننا، ولكن بتضافر الجهود الحمد لله وصلنا لهذا المعدل. قلنا ان افضل وسيلة لتوجيه الرسائل للعالم هي ان تكون عن طريق الاعلاميين بتاع الدول دي. فالنهاردة في هذا الأسبوع طبعا مشترك الفنانين ومشترك الإعلاميين هيقوموا بنقل الفعاليات بالكامل ونقل نبض الشارع ونبض السياح اللي مستمتعين بالإقامة في مدن البحر الأحمر. سيادة المحافظ، أنا حضرتك اتكلمت عن الحالة الأمنية، ومن ضمن الفعاليات المهرجان أو كل فعاليات المهرجان هي بالفعل في الشارع، ليست في قاعات مغرقة أو قاعات مؤمنة بالكامل، فما مدى تأمين هذه وما هي الإجراءات الأمنية المتخذة لذلك؟ شوف سيد الفاضل، أي فعاليات عندنا يعني مديرية الأمن برجالها بيحطوا الخطة للتأمين، وثق تماما اللي الشعب بتاع البحر الأحمر بيعاون في الإجراءات الأمنية، لأن عنده إحساس وشعور إن دي الصناعة الرئيسية في المحافظة، فدي فعلا بتشمله تماما. وإحنا الحمد لله المحافظة يعني يمكن أنتم متابعين آمنة تماما، لا مظاهرات ولا أي شيء خالص. الحمد لله يعني تضافر الجهود كلها بتخلق الحالة الأمنية، وإحنا عارفين أن لما بيتوفر الأمن السياحة بتنشط، الاستثمارات بتتدفق، وإحنا عارفين أن نشاط السياحة هو يعني بيبقى بمثابة شريان بيضخ في الاقتصاد القومي المصري. فالحمد لله إحنا الإمكانيات موجودة عندنا، الحاجة اللي ربنا ادهنا ثم المنشآت العالية اللي موجودة عندنا، الطبيعة الخلابة موجودة، أيدي عاملة ماهرة ومدربة، بيتبقى إحنا نشيل آثار الصورة السلبية اللي كانت متاخدة عن مصر، وكان وسائل الإعلام للأسف الأجنبية كانت يعني شن حملة شديدة على مصر ليها أهداف أخرى، ولكن إحنا باستخدامنا لوسائل الإعلام دي في الفترة الماضية كنا بنوجه لهم الدعوات وكانوا بيجونا هنا ونقول لهم انزلوا يعني تجولوا كما تشاؤون، ولحد الساعات الأولى من الصباح هتلاقوا السياح ماشيين في الشوارع، اسألوهم واطمنوا على الحالة الأمنية. وفي آخر يعني الزيارة كنت بلتقي بيهم في مؤتمر صحفي، فكانوا لما بيسألوني يقولوا لي أخبار الحالة الأمنية إيه، أقول لهم لا ده أنا اللي عايز أسألكم، يقولوا لي الحالة الأمنية مطمئنة، أقول لهم طب أنا ليه طلب منكم انقلوا الكلام ده لشعوبكم، علشان الأسر اللي في أوروبا وشرق أوروبا اللي قاعدة قدام شاشات التلفزيون لما بتشوف حاجة بتقلق، انتوا طمنوهم على ان لا البحر الاحمر امن تماما، والحمد لله هذه الاجراءات اتت ثمارها وبدات معدلات السياحه ترتفع عندنا.